وهنا أوصي يعني أن يقرأ الإنسان ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فهو كتاب نافع عظيم. والشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر رؤيا رآها أحد الناس في بلاد الشام وهو لم يطبع بعد الكتاب، أن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل لا يصلي، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه برجله وقال له قم فصلي، فقال هذا الرجل إني لا أحسن الصلاة، لا أعرف الصلاة. قال ثم جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فضربني ضربة أشد من الأولى وقال قم فصلي، فقلت إني لا أحسن الصلاة. قال فجاء فضربني الثالثة وكانت أشد، فقال قم فصلي، فقلت إني لا أحسن الصلاة، فقال اقرأ كتاب الألباني صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. يقول هذا الرجل، جاء هذا الرجل إلى الشيخ الألباني وأخبر الشيخ الألباني بالرؤية، فاستبشر الشيخ الألباني خيرا بهذه الرؤية لأن الكتاب غير مطبوع، وأرسله للتو إلى الطباعة بهذا الاسم الذي جاء في الرؤية، وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب النفيس، جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حري بالعناية.